الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، هل شاركتم في اختيار الفنان الكبير شكري سرحان ليقوم بهذه الشخصية؟ لا الحقيقة أنا زي ما قلت لك مش بتدخل في الحاجات دي، إنما لو تدخل كان ممكن جدا أختار يعني شكري سرحان من ممثلين العظام الذين يتقنون عملهم ويخلصون له كأنه راجل في محراب مش ممثل بس. طب تفتكر حضرتك ايه هي اسباب اختياره؟ ما هي اسباب اختيار الاستاذ شكري سرحان؟ لا اصل شيء بسيط قوي، انك تدرك اللي قدامك ده له قدرات تمثيلية فائقة وانه ممكن يعطيك النتائج المطلوبة من اي شخصية في اي موقف. يا سلام. تعتمد عليه وانت مغمضة. انا قريت الرواية طبعا. وطبعا الرواية دي هي كتبها الاستاذ نجيب محفوظ من خلال مونولوج داخلي. كان لابد ان تتحول هذا المونولوج الداخلي الى حوار عادي يعني. اسمع. فمانيش متأثر، انا قريت الرواية. مانيش متأثر بمحمود سليمان دهوت لان انا ما شفتوش ولا اعرفوش ولا صوره موجودة ولا حاجات من دي، فانا حر في انه أتخيل. وده احساس، ده مجرد احساس ان فلان ده انسب الوجوه للشخصية. فلما جينا استعرضنا مع بعض الوقت الاسماء اللي كانت موجودة حلاقي انا يعني ان انا ما اخطأتش، وان انا ان هو برضو شكري سرحان هو الافضل في الاختيار من ضمن المجموعة اللي احنا قلناها كلها. بالرغم من ان كان فيه نجوم على مستوى كبير جدا وكبار يعني من ناحية النجومية يعني. لكن انا شفت ان شكري سرحان هو بالاحساس. في كم نجم يقدروا يعملوا الدور ده فعلا، بس شكري سرحان بالذات يمكن شكله ملامحه مثلا يعني هو ايه في ادوار عملها جد فلاق عليها شويه، فممكن هو يعمل الجد والشر، وكان ليه برضو شويه في كم فيلم ليه برضو في نفس الخط، فهو اتحط بتهيألي يعني ملامحه. طبعا انا مش هخش جوه المخرج ساعتها ايه اللي كان موجود، لكن اعتقد يعني ان هو كفنان حساس موهوب طبعا يقدر يأدي كم كذا اداء في الشخصيه وشكله. انا شايف انه تكوين شكري سرحان ممكن يديني لحظات الضعف ويديني لحظات القوه. تخيلي لو اخترنا مثلا فريد شوقي بجسمه الضخم وبتاع، ما كان هيديني لحظات القوه لكن ما كانش هيديني لحظات الضعف. او ممكن خلفيته كفنان بيعمل ادوار الشر يمكن كانت هتخلينا من اول لحظه نعرف انه شرير بالظبط. لكن شكري سرحان وقتها يمكن كان بيعمل ادوار رومانسيه وكان هو البطل الفتى الاول وادى ده في لحظات الضعف اللي بنسميها، وفي نفس الوقت قدر يعمل دور الشر، لانه انا بتصور انه مش دور شر لانه مش شرير. ده راجل إنسان. الاقدار الاقدار لعبت والظروف دفعته الى هذا الموقف فاداه فعاشه، وبالتالي هو فعلا احسن من يؤدي هذا الدور. استاذ شكري، كيف تم اختيارك لدور سعيد مهران؟ هو الله بقى هو اللي بيختار وبيختار بقى طبعا اختياراته هي الاحسن.